مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. متحمسين المرشح طبعا جوزة الأولاني ونواة صلبة بيا التيار الديمقراطي وجاءوا ناس أخرين من خارج التيار الديمقراطي ودعموا في هذوما لا فما العشرينات ولا فما الثلاثينات فما ناس تؤمن بمبدا في البلاد هذيا كان مازال كان ما جاوش فما رانا من والله الاغلبيه او النسبه اللي في وقت من الاوقات انا انتقدها واليوم ما زلت انتقدها ودورنا كون نوعيه مش نجملوا بعضنا فقط هذوكم ولاد بلاد نتمنوا لهم كل الخير وكل المصحه لكل التونسيين ولكن قولوا لهم يزيوا من الوقوع في براثن المغالطات وجوزها متوانسه اللي خمم في مصلحته الخاصه مصلحتك الخاصه راهو في اغلبها مغالطات ياما ناس وعدوهم تعرفوا انتم 2014 تم وعد كانوا يتعدى قانون المصالحه البعض اللي مولوا حزب معين ورغم ذلك ما تعداش قانون المصالحه خاطر فما قوى في المجتمع رفضته وراه جمهوري ربي يرحمه مشكور وقتها تراجع عدى منه كان جزء من اللي دفعوا مليارات في 2014 وعدوهم شعدوا لهم قانون اللي وعدهم ما نجمش يعديه رساله لاصحاب الاوائل راكم غالطين كان ناويين تراهنوا على زايد والعمر تنطلعوه بقوه الفلوس كما اي شعب في العالم يهتم بقيم من الاخير لكن في الاخر يهمه شكون يحسن وضعه الاقتصادي والاجتماعي قلت 2014 في المسير وفي سوسه وفي مدنين وفي جربه وفي تصور انتوما اذا انتخبتوا الناس هذوما اللي حكموا واللي يحبوا يرجعوا باسم المنظومه السابقه فستكونوا خمسه عجاف علاش؟ واضح ما تنجمش تكون ناس تخدم في مصالح بعض اللوبيات او بعض مراكز النفوذ وجايه باش تخدم مصالح الدوله التونسيه، مصالح الدوله التونسيه كيف يتخذ فيها القرار وتتحقق؟ مصالح الدوله التونسيه معناها ينفذوه مهما كانت الظروف. مريت بتجربه صغيره 2012 من الصباح لليل وناس في بيروي على التشغيل. ناخذ الموقف ونقول لهم ما يحبش ينتخبني ما ينتخبنيش بعد، اما مادامني موجود في البلاصه هذه راني نقوم بواجبي راهي مهمه بالنسبه للسياسيين. السياسيين اللي يحكي كونه يرضي في الشعب وهو في الواقع يعني في شعبويه راهو كثير. راهو اللي عدي لك ثلاث سنوات ما يعملش سلاح تقرب الانتخابات قبل بشهر يعمل سلاح راهو كثير. راهو اللي في بيروه مره في وقت من الاوقات قال لي مانيش نزيد. طبعا البرنامج بتفاصيله موجود في الموقع نتاع الحمله في الصفحه موجود معناها تشوفوا كل تفاصيله. حكيت على التصورات العامه في علاقه برئيس الحكومه بالبرلمان، فكره الوفاق اللي لازم يسود في مستوى السلطه التنفيذيه ما يزوز دول تكون دوله برك، وحكيت زاد على استثناء كانوا لا قدر الله اذا ما فماش احترام للدستور ولا غيره رئيس جمهوريه موجود باش يسر احترام الدستور ويفرض احترام الدستور على كل السلطات ويفرض استقلال القضاء زاد بالوسائل اللي انا شرحتها في كثير من المناسبات. طبعا حكيت على الجانب الوفاقي والجانب زاد نتاع الرئيس اللي ما يقعدش يتفرج في صورة التجاوزات لا قدر الله. غير هذا طبعا حكيت على تصوراتي فيما يتعلق بالامن القومي وقلت الكلمه العامه الامن القومي اول نقطه عندي انا هو فساد السياسيين القطع معاه وانا نعتقد كانوا عنده علاقه بالامن القومي. اول خطوه ذي للسلاح ساعه في كل المجالات بما في ذلك في الامن القومي كي تهز يدين الناس كلها على وزاره الداخليه على استخبارات تو الناس تخدم تو ينقص الاجرام والانحراف وهذا طبعا يخلق يساهم في خلق مناخ يشجع على خلق ثروة في تونس ويشجع على الابداع ويشجع على الاستثمار. حكيت زاد على الجانب الخارجي من نفس المنطلق هي العلاقات الجيده مع كل دول العالم، الاستفاده من الرصيد المعنوي لتونس الدوله الديمقراطيه باش نجموا نكون عندنا كلمه نتاعنا وعندنا تاثير في كثير من الدول وفي بعض المواقف كما الملف الليبي كما غيره نجموا نستفيدوا من موقفنا هذا ومن موقعنا هذا. وقلت زاد كون العلاقات الخارجيه لازم تكون موجهه اساسا للدبلوماسيه الاقتصاديه لجلب الاستثمارات واللي هي ما تجي الحقيقه لما يفهموا الناس هذه دوله محترمه عندها رئيس محترم عندها رئيس حكومه محترم عندها مؤسسات محترمه وهذا دوري باش نضمن هذا. وطبعا فما الجانب الاخر اللي يتعلق معناها بالمؤسسه العسكريه وطبعا فما كثير من الاصلاحات او بعض الاصلاحات اللي نجم نقوموا بها باش تكون مؤسسه فاعله للدفاع على حوزه الوطن عند الاقتضاء وطبعا لمدحر الارهاب وهذه طبعا الاسئله اللي ندخلوا اكثر شويه تفاصيل ان شاء الله نلقاوها في البرنامج. سي محمد بعد تجربه سياسيه عده وزارات وعده حقائب اليوم انت علاش قررت انك تبدا معناتها؟ ما عنديش برشا حقائب رأي. عندي تجربه تاع 6 شهور فقط وما فشلت اليوم نكره الفشل هذاك علاش خرجت مش انا اللي فشلت الحقيقه ولكن ما كانش في مصلحتي تسمح لي بمواصله العمل نتاعي غادرت اليوم موجود بصلاحيات معروفه في الدستور نتبناها نعتقد كونه بها هي نجم نغير الواقع نعاود نقول لك الواقع يقتضي دوله قويه تفرض القانون على الجميع ما فيهاش فساد فيها على السلطه وصدقوني بعد كل شيء يجي ما هي سامبليست اكبر عائق اليوم مش البرامج الانتخابيه الضعيفة ولا البرامج اللي تعمل فيها الحكومات ولا الإدارة التونسية ولا الجامعة ولا غيرها، الكفاءات موجودة، الأفكار موجودة، اللي ناقصنا هو مناخ سيء جدا ما يسمحش لا بخلق ثروات ولا بتطور اقتصادي واجتماعي، دوري كي نولي رئيس جمهورية هو كونه نساهم مساهمة جدية في خلق المناخ هذا، هذه هي الأولوية بالنسبة لنا اليوم. يعطيك الصحة. شكرا.